هذا سائل يقول: متى يبدأ الوقت بالنسبة للمسح على الخفين؟ يبدأ من المسح، يبدأ من أول مسحة، وبعض العلماء يقول يبدأ من الحدث بعد الوضوء. هذا المذهب، أنه يبدأ من الحدث بعد الوضوء الذي مسح، الذي لبس الشراب بعده. إذا انتقض وضوءه فإنه يبدأ مدة المسح، وبعضهم يقول يبدأ من المسح، من أول مسحة. نعم.